وكريم عوض. الجوزاء، الجوزاء بقى من اول 12 يناير المريخ هيديكوا اسرار وطاقه اكتر من كده. يعني هو ده دلوقتي المريخ بيتراجع فمخليهم هاديه الحماس اقل، بس من اول 12 يناير متحمسه اكتر، ومن اول 19 يناير في حظ في السفر. من اول 19 يناير حظ في السفر. بس من 7 مارس لازم بقى اقول لمواليد العشريه الاولى بالذات في الجوزاء ياخدوا بالهم، لان زحل هيدخل في وضع معاكس معاهم مهنيا. هو زحل ده مزعج ليه؟ هو اسمه حتى اذا دخل في اي برج بيدمره. اسمه بيعذب شويه، يعني شويه احنا بنسميه المعلم الصارم. طيب ده على جانب الشغل، على الجانب العاطفي من مارس برضو ما احنا يعني ايوه عشمنا في ايه بالظبط؟ مش عارفه يعني احنا هنقول اول شهرين هيروحوا فين بعد كده؟ لا عاطفيا بقى حلوه قوي من اول 5/6 شكل في الصيف، من 5/6 فينوس احنا عندهم شكله ايه العريس؟ قوليهولي على جنب. طيب اوكي.